نبضت القلوب بتنهدات الأحزان والمآسي، وتوشحت النفوس بسواد العزاء في محرم الحرام واستذكار واقعة الطف الخالدة في كربلاء. الحسين حسين الإنسانية، الحسين ضحى كل ما لديه لأجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أي نور؟ نور الإسلام، والإسلام هي الإنسانية، الإسلام هي المحبة، الإسلام هي المودة. هذا ما سعى إليه أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أينما تذهب ترى سواد ومعالم في قضية الحسين عليه السلام، إن دل على شيء إنما يدل إن هذه مدينة، مدينة الشهداء، لهم حقيقة أسوة حسنة بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين في عطاء الدم. بلي سي موكب برضا تجمع شبابي وار شباب بلربي إلى برمزن ورطاسن. نحن مجموعة من الشباب نقوم سنويا بتنظيم موكب عزاء الحسين عليه السلام، ونقدم الخدمة للمعزين من مأكل ومشرب، ونتعاون بإقامة المجالس الحسينية وغيرها من الشعائر العاشورائية. وهذا الشهر هو شهر المآسي والأحزان، ونستلهم فيه من القضية الحسينية الدروس الأخلاقية والقيم والمبادئ الإنسانية الحقيقية. ملحمة الحق الخالدة التي بذل فيها الإمام الحسين عليه السلام روحه الطاهرة وضحى بآل بيته وأصحابه من أجل محاربة الظلم والفساد والجهل بأهداف ومبادئ وقيم إنسانية نبيلة وتحقيق الحرية للإنسانية جمعاء. هناك أسرار في هذه النهضة، في هذه المعركة. هذه الأسرار أبقت ذلك الوجود المبارك الذي هو منهج الحق، يمثل منهج الحق الذي سلكه أبو عبد الله عليه السلام، وهو منهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وبالتالي يكون هذا المنهج دائما في خانة الحق مفهوما ومنطوقا وسلوكا. لا نبالغ إن قلنا أن قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية مرتبطة بالسماء، فهي قادرة على إعادة إعمار الإنسان، بل إعمار الأوطان، لأنها تمتلك إمكانية ترسيخ ثقافة التسامح والرحمة والمحبة، بل والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والثقافات. لذلك هذه التضحيات استطاعت أن ترسخ العقيدة الإيمانية في نفوس المؤمنين، بالإضافة إلى استلهام الدروس والعبر من ثورة سيد الشهداء التي كانت حافلة بكثير من المحطات الإيمانية، والتي يجب علينا أن نتأمل فيها كي تكون نقطة انطلاق بالاتجاه الذي رسمه لنا أبو عبد الله عليه السلام.